صحيح. هذا ابن مسعود رضي الله عنه، جاءه يهودي فقال له: نحن أهدى منكم. فقال له ابن مسعود: بماذا؟ قال: تسهون في صلاتكم ولا نسهو في صلاتنا. هذا اليهودي يقول ابن مسعود. فقال له ابن مسعود: وماذا يفعل الشيطان في البيت الخرب؟ يعني أنتوا يا يهودي، يقول له ابن مسعود، قاضي، حق يجيكم الشيطان، خلص منكم، خلص. يعني الآن الشيطان يحرص على من؟ يحرص على الصالح، يحرص على التقي، يحرص على اللي يمشي صح، هو الذي يريد أن يفسد عليه حياته وعبادته وكذا. فلا شك أن الشيطان، يعني بعض الناس يتأزم ويضيق صدره إذا كان الشيطان يأتي بكثرة في صلاته أو في عباداته بشكل عام، بينما يقول: والله النصارى ما يأتيهم الشيطان، شحق يروح لهم الشيطان، خلاص الشيطان حطهم هنا مش فيهم، خلاص ما يحتاج يروح لهم. وإنما يأتي الشيطان للصالحين للأتقياء، يريد أن يفسد عليهم عبادتهم. فلذلك الإنسان لابد أن تكون له يعني مقاومة حقيقة، لابد أن يقاوم، لا يستسلم. يعني ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى لما ذكر حال الناس مع صلاتهم قسمهم إلى أقسام، فقال: من الناس من يدخل في صلاته ويخرج لا يدري كم صلى ولا ماذا صلى ولا ماذا قرأ. والقسم الثاني من يحاول يعني أن يطرد الشيطان، هو في صراع في عبادته مع الشيطان، يعني بحيث أنه يحاول أن يخشع والشيطان يجيه ويطرده ويجيه ويطرده ويجيه إلى أن ينتهي من صلاته، هو في صراع مع الشيطان. يقول: القسم الثالث من طرد الشيطان من صلاته ولكنه طوال الصلاة بس يحاتي لا يجيه، يعني قاعد يسكر عليه الأبواب، يعني كل ما دخل عليه الشيطان باب سكر عليه، كل ما دخل عليه الشيطان باب سكر عليه. يقول: القسم الرابع من استقر في صلاته وطرد الشيطان وبدأ يتمتع بهذه الصلاة. القسم الخامس الذي يشعر بالمناجات مع الله سبحانه. فهذه يعني الأقسام الخمسة ما يصل لها الإنسان، أو ما يصل إلى المرتبة الخامسة خلنا نقول، إلا بعد أن يصل الرابعة والرابعة حتى يصل الثالثة والثانية وهكذا. فيحتاج الإنسان حقا أن يبذل وقتا وجهدا ودعاء واستحضارا وغير ذلك من الأسباب التي تعينه على الخشوع في صلاته. هناك أسباب كثيرة حقيقة يعني تعين الإنسان على الخشوع في صلاته، منها استحضار وقوفه بين يدي الله تبارك وتعالى، قضية حاول أن يفهم الأذكار اللي يقولها والقرآن اللي يقرأه ويتدبر معانيه، قضية حضور قلبه، أن يحضر قلبه معه، كل ما سرح القلب يعني يذكره وكذا، بحيث أنه وكذا الاستعاذة ذكرت طيب خلال هذه الصلاة، أن يفكر في أجر الصلاة في مع الخشوع وأجر الصلاة بدون خشوع، خاصة الوقت رايح رايح، فإذا الوقت هذا ساقضي ساقضي ليش ما حصل فيه إيش الأجر الأكثر، طالما أني من التكبير للتسليم لن أخرج من الصلاة مع الإمام، طيب لماذا لا أخذ الأجر كاملا؟ فيحاول قدر ما يستطيع، كذلك يحاول أن لا يخرج من الصلاة لا له ولا عليه، يعني يخاف أن ترد عليه هذه الصلاة، كذلك قضية الحياء من الله جل وعلا، قراءة سير السلف كيف كانوا في صلاتهم، خاصة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده. فكل هذه الأشياء حقيقة يعني تعين الإنسان على أن يخشع، لكن في النهاية لا يستسلم، يجب أن يقاوم ويقاوم 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 وسينجح. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والله صادق سبحانه وتعالى، لن يضيع، إذا اجتهد الإنسان وكان جادا مع نفسه فإن الله لا يضيعه سبحانه وتعالى. والله المستعان.